هنا ناشئين وناشئات. خلونا نروح نشوف ده في التقرير ونرجع نكمل. الحمد لله كنا بنعمل المفروض من السنه اللي فاتت اعداد ولعبنا بطوله عربيه خدناها، بعد كده لعبنا بطوله افريقيا المفروض ان هي كان الاول والثاني بيتاهلوا كاس عالم، بس هو عشان ظروف الكورونا وكده فهم عملوا حاجه شبه كاس العالم اللي هي سكيل تشالنج، بس فاحنا خدنا اول افريقيا الحمد لله وتاهلنا كاس عالم وبنلعب. احنا كابتن رفيق المفروض لعبنا مع بطوله افريقيا وكسبناها الحمد لله، خدنا اول، وكان المفروض عندنا كاس عالم في نفس الميعاد ده، بس لظروف الكورونا والظروف اللي بتمر بيها يعني الكره الارضيه جميعا يعني اتقلبت، بقت زي مسابقه مهارات بقت كاس عالم مسابقه مهارات، فكنا بنتجمع من شهر 9 المفروض على ان احنا نلعب كاس عالم، اللي عرفنا ان هو اتاجل فجمعنا اخرنا التجميعات شويه، بقى من الشهر اللي فاتت جمعنا، كان القاهره لوحدي يوم واسكندريه لوحدي يوم، بعد كده بقى التجميعه معسكر مغلق القاهره واسكندريه مع بعض عشان نبدا البطوله امبارح الصبح الحمد لله. يعني احنا ابتدينا نتجمع كده من شهر تقريبا، كنا بنجمع القاهره واسكندريه، كابتن رفيق جمع يعني ناس من اسكندريه وناس من القاهره، بعدين من اسبوع مثلا اسبوعين كده ابتدينا نتجمع يعني في القاهره هنا وندخل معسكر مغلق، يعني ابتدينا نشتغل مع بعض يعني كلنا. هي البطوله يعني زي بطوله مهارات كده، هي بتعتمد على السرعة طبعا والدقة وان يكون عندك ثبات انفعالي وثقة.